يحطوني بالباب. أنا من أشوف هاي الأطفال اللي جت بالباب أخاف على مستقبلهم إخوان، ذولا خطية، ذولا خطية. جهالنا ذاك اليوم شناهم نركض بيهم على بزيز، ما نريد ذولا الجهال يرجعون مرة اللخ على بزيز. أطفال بعمر الورد ما يدرون الدنيا شي يصير ما يصير بيها. السياسات الخاطئة لمن مثل المحافظة سابقا أقحمهم بمشاكل ووداهم إلى طرق أدت إلى ما أدت إلى اليوم أو أدت إلى الأمس. إحنا الحمد لله اليوم مستقرين وآمنين. هاي الأطفال وهاي الشباب وهاي النساء أمانة بأعناقنا كسياسيين وكشيوخ وكقادة مجتمع. الانتخابات مرحلة ولكن المشوار السياسي يجب أن يكون طويل. كل ما أتذكر مشاهد الخراب اللي عمت بهذه المحافظات وتشهدوا لها شيوخ حاضرين 4 سنين 5 سنين أو أقل أو أكثر، يلا قدر يعمر مضيفة حتى يلم ربعه ويلم أهله. دوائر داومنا بالمحافظة، دوائر أنا كنت محافظ أداوم بنص مستوصف، النص المهدم ونصف آخر قائم. الدوائر القائمة مقاميات النواحي، دوائر الصحة، المستشفيات، المستوصفات، كل متطلبات الحياة، مراكز الشرطة، الجسور، كلها مهدمة، كلها مهدمة. بس الحمد لله أنه الله مكنكم ومكننا قدرنا نعيد الحياة إلى مسارها الطبيعي. أكو ناس ما يريد لها هذا الاستقرار، أكو ناس عايشة أخوان على الخراب، أكو ناس عايشة على المعثرات. ذول العايشين على المعثرات والمحسوبين علينا أرجو أن لا نسمح لهم ولا مكان لهم بيننا. شي يقولون للناس؟ شي يقولون للناس من ولهتونا ودخلونا بألف طلابة ووصلنا إلى مرحلة بزيمة؟ جزا الله خير الحاضرين اللي عزبوا والناس اللي جدي من كل أرجاء المحافظة اللي تعبر بزيبز. شي يقولون للناس؟ هم ما تهجروا على بزيبز، جهالهم وعيالهم برا. ورا ما خلصت بزيبز ما شفناهم أيام التحرير ولا شفناهم أيام التعمير، شفناهم هسه. ردوا على شنو؟ ردوا على سواد وجوههم؟ على شنو ردوا؟ أرجوكم لا تجاملوهم، هم نفسهم ساهموا بتهجيركم. من تتذكرون خلوا صورة هاي المشاهد اللي صارت قدامنا مرعبة. والله من أتذكر بزيبز الليل ما نام، والله من أشعر أن المحافظة أو المحافظات أو البلد يصير خطر، والله الليل ما نام. أقول هم راح نرجع على نفس المشاكل؟ إحنا دورنا ما نخليهم يرجعوا، ودوركم في صناديق الاقتراع ما تخليهم يرجعوا، تعطون لكل ذي حق حقه. صوتكم من تروحون للانتخابات تقولوا لهم أنتم منو؟